اسابيع قليله بتفصلنا عن اولمبياد باريس، فايه اخر الاستعدادات؟ معك حق فعلا، واحنا خلاص في العد التنازلي لاولمبياد باريس 2024. في الحقيقه انا متحمس جدا ان انا امثل منتخب مصر في بطوله الواحد بيستناها كل 4 سنين. لو هنيجي نتكلم عن الاستعداد، يعني الاستعداد بتاعنا كفريق تنس الطاوله هو استعداد، يعني هوصفه ان هو استعداد متواضع لبطوله كبيره زي كده. متواضع او بالظبط، بس طبعا الواحد يعني ساعات بيندهش من الحاجات اللي بتحصل معاه، بالذات لما العد التنازلي بيبدا ويبقى بس في ايام تفصلك ما بين الاعداد الاخير فعلا لباريس. يعني مؤخرا انا كنت امبارح في طريقي لبطوله كبيره اسمها بطوله بانكوك. البطوله دي من فئه كبيره اسمها بطوله، بالظبط بطوله من فئه الستار كونتندر، ودي فئه ممكن الواحد ان شاء الله يحصل على نقط كبيره في التصنيف العالمي في حاله ان هو عمل اداء متميز. انا كنت في المطار عادي، مطار فرانكفورت، وحصل بعض التاخير في الطياره، فببعت للمنظمين ان انا حصل بعض التاخير في الطياره عشان الاستقبال والكلام ده، يعني اجراء روتيني بنعمله دايما. فاتفاجئت ان المنظمين بيقولوا لي انت اسمك مش في البطوله، فطبعا مفاجاه كبيره جدا يعني في المطار، وانا في المطار، يعني الطياره فعلا كمان خلاص اقل من ساعتين وهو بيقول لي ان انت اسمك مش في البطوله. فتواصلت طبعا هنا مع المسؤولين في الاتحاد المصري، اتضح ان حصل زي خطأ إداري إن الاسم ما اتبعتش من الاتحاد إلى الاتحاد الدولي في الموعد اللي المفروض يتباعد فيه، وإن أنا أشترك في البطولة. البطولة دي كانت طبعا على قدر كبير من الأهمية، لأن هي آخر بطولة قبل الأولمبياد، والبطولة اللي هي المفروض ممكن تديك أولا دفعة في الورلد رانكينج، ثانيا تديك دفعة معنوية في حالة إن أنت عملت نتيجة إيجابية فيها. نحن محتاجين نسلط الضوء على اللي بيحصل ده، لأن لا يليق بأن هو مش زي مش بنجم زيك، لا برياضه عريقه زي التنس الطاوله، رياضه محببه على فكره جدا في الشارع المصري. يمكن القاعده بتاعت الممارسين المحترفين للرياضه دي في مصر قليله، ولكن القاعده بتاعت الممارسين كهواه هي كبيره جدا، فده معناه ان هي رياضه محببه للناس. كان مفترض ان احنا نبني في اولمبياد طوكيو على ان احنا وصلنا لبنجم هو يوصل لخامس العالم، مركز عمرنا ما حلمنا ان احنا نوصل له، ان هذه تبقى نقطة انطلاق ان احنا نزود الشعبية بتاعت اللعبة دي ونزود قاعدة الممارسين فيها. ولكن اللي بيتم حاليا هو العكس تماما، هو رجوع للخلف واحباط لمحاولة كل نجاح. فاللي انا عايز اشرحه بقى للناس دلوقتي الموقف اللي حصل ده، لان ده في منتهى التهريج الحقيقة. يعني انت الاول انت جيت مصر، انت عارف ان انت مشكور جدا انت وصلت لمصر، واول لما وصلت جيت لنا يعني، ولكن انت كنت في فرانكفورت في المانيا حيث تقيم هناك، وفي طريقك للمطار علشان تحضر بطولة في بانكوك في تايلاند. البطولة دي انت اللي دافع فلوسها على حسابك، والسفر على حسابك، وما على الاتحاد المصري لتنس الطاولة الا ان هو يسجل اسمك فقط، اجراء اداري، يخش على الكمبيوتر وصلة النت دوس كليك خلص الموضوع. فحتى دي ما حصلتش، حتى عدم تسجيل اسمك في البطولة دي اللي هي كانت مؤخرا. عندي هنا سؤالين. اول سؤال، هل ده بيكون حاجة مقصودة ولا هو خطأ غير مقصود عادي؟ وهل ده أول مرة تحصل ولا متكررة؟ أتوقع أنه خطأ غير مقصود، ولكن برضو هو غير مقبول. يعني دي حاجتين، وخصوصا اللي هو السؤال الثاني إن هو تكرر أكتر من مرة، وأخرهم في تركيا. يعني أنا كنت مع بطلتنا دينا مشرف، عندنا نستعد لمنافسات الزوج المختلط، واللي احنا برضو هننافس ان شاء الله متأهلين لباريس 2024، الزوج الوحيد الافريقي المتأهل الحمد لله. فبالتالي احنا حطينا بعض البطولات اللي هنشترك فيها، وكان منهم بطولة تركيا، واحنا في تركيا تفاجئنا ان اسمنا مش موجود بعد ما وصلته بقى. بالظبط، مش اللي هو في المطار، لا احنا في تركيا بنتمرن. وحتى من الحاجات اللي احنا حتى حاولنا ناخدها باي شكل ايجابي ممكن، بس هو ما كانش فيه شكل ايجابي ممكن تتاخد بيه، ان مدير البطوله جاي بيقول يا جماعه انا شايفكم بتتمرنوا ومتحمسين بس انتوا اسمكم مش في البطوله. فحاولنا ان احنا نبعت للمسؤولين في الاتحاد، نبعت للاداريين، طلع برضو حصل ان نسيوا ان هم يبعتوا اسمنا للبطوله. عادي كده كاجوال كده، لا والله ده ايه ده، انت سيبت ايه ده، غريبه، احنا في عجيبه. الموضوع بدا يتكرر، وعلى فكره بدا يتكرر مع اكتر من لاعب تاني، وبدا يتكرر مع اكتر من
بطولات من البطولات المهمة والمصيرية، ولكن إلى حد إمتى هنفضل إن احنا نتعامل بالشكل اللي هو يعني هو شكل عدم احترافي وعدم احترام للعيبة بتاعتك؟ هو أقل شيء إنك أنت تحاول إنك أنت توصل للاعب على نفس المستوى إن هو ينافس مع اللاعبين التانيين عشان يقدر إن هو فعلا يجيب ميدالية وهو راجع لمصر، لكنه ما بتبعتش اسمه أصلا. يعني إحنا بعيد وبنبعد. من 4 سنين أخذت 5 الأولمبياد في أولمبياد طوكيو. من 2 كان ليك انترفيو مع كابتن أحمد شوبير بتتكلم فيه إن أنت من بعد الأولمبياد لم تقم بأي معسكر مع منتخب مصر حتى الآن، ومستغرب من ده هو إزاي منتخب مصر بقاله 2 سنين ما عملش ولا معسكر. الآن بعد 4 سنين وقبل أسبوعين أو 3 فقط من الأولمبياد، هل حصلت معسكرات مؤخرا؟ موضوع المعسكرات بالنسبة لنا هو موضوع مهم جدا. نحن دايما بنحاول مع المسؤولين في الاتحاد ان احنا فعلا ننظم معسكرات بشكل دوري، لان احنا عارفين ان هي بتجيب معانا نتائج ايجابيه جدا كل مره بنعمل فيها معسكرات، بالذات المعسكرات الخارجيه. والسبب ان فعلا بيبقى فيها لاعبين هم افضل مننا او في مستوانا، فبالتالي الاحتكاك بيبقى اقوى. يعني من اكتر البلاد اللي احنا بنعمل فيها معسكرات مؤخرا هي المانيا، الحمد لله كل مره بيحصل فيها. بس هي زي ما انت تقول، هي الفكره كلها ان هي متباعده جدا في المدد الزمنيه. يعني مثلا هقول لك ان اخر معسكر عملناه كان قبل التاهل للاولمبياد، احنا بنتكلم في سنه، وكان معسكر مدته اسبوع، وحصل فيه برضو بعض الحاجات الاداريه اللي اثرت على المعسكر. يعني المدربين ما جوش مثلا المعسكر، فاللعيبه راحت لوحدها بدون ثانيه واحده بس. هي طبعا هي تفاصيل تبان انا عادي يعني ما مدرب ما جاش، بس انا عملت معسكر لوحدي واتبسطت وقمت بقى دربت نفسي، وان ده اللي حصل يعني. بالظبط بالظبط، دي حاجه جميله قوي. هرجع لك لموضوع المعسكر التاني، بس انا بشوف حاجه عشان انا بتعامل برضو مع المنتخب الالماني بشكل يومي. المشكله اللي عندنا اللي قبل الموارد والفلوس والكلام ده هي مشكله اداره، ان انت فعلا تبقى بتستثمر الوقت انك انت تدير فريق عايز ينافس على المستوى الكبير بقى بره بقى افريقيا كويس، وانك انت فعلا كل يوم بتحاول انك انت عندك مثلا 2 3 4 بتحاول انت تستثمرهم في الحته دي، احل المشاكل، اطور اللعبه، اوسع القاعده، احل مشاكل الفيز وخلافه اللي هي الاداريات اللي احنا عارفينها. لو الكلام ده اتحقق انا متاكد ان العقبات عندنا هتبقى افضل بكتير. معسكره المعسكرات لا، انا بس على العكس هو لا، هو اللي شايفه ان هو احيانا بتكون سبب في احداث مشاكل جديده، مش مجرد تسليل العقبات يعني على اللاعبين دي. طيب المعسكر ما جاش فيه المدرب، واحنا بنتكلم برضو من فتره انت قلت لي ان انت في مره كنت في بطوله العالم والمدرب ما جاش، دي برضو حصلت. بس دي برضو من اهم البطولات اللي حصلت الفتره اللي فاتت، كانت بطوله كاس العالم في مكه كويس. قبل البطوله دي تحديدا انا حصل اجتماع ما بيني وبين الجهاز الاداري والفني في الاتحاد المصري للطاوله، وطلبت منهم ان يا جماعه انا حاسس ان في اضطراب في الكوتشنج ناتج عن ان كل بطوله بيتغير المدرب، واحيانا المدرب ما بيجيش، فده خلى ان مفيش تناغم ما بين اللاعب وما بين المدرب. وعشان نعمل حاجه كبيره دي من الاساسيات، ان لازم اللاعب والمدرب يكون في بينهم تناغم، هو عارف اللاعب قادر يعمل ايه دلوقتي، فعلى اساس ده بيديله النصيحه كويس. وفي حاجات ما اقدرش انا اشوفها كلاعب وانا بلعب، احنا لعبتنا فنيه جدا، لازم اللي قاعد ورا يبقى فعلا عارف عمر قادر يعمل ايه دلوقتي وبينصحه في الاتجاه ده. اللي حصل عكس كده تماما، ان البطولات اللي بعد الاجتماع ده نتج عنها ان احيانا المدرب ما بيجيش، احيانا يطلع المدرب، احيانا يطلع المدرب التاني، وبقت عندي مشكله ان انا بقى عندي مشكله في التوجيه على الطاوله. واتكلمت اكتر من مره. شوف برضو انا عايز اقول حاجه، انا بحب اوضح الصوره للناس كلها، بس انا عايز اقول برضو ان ده بيبقى اخر كارت مش الاول طبعا. يعني احنا قبل الانترفيو ده انا قعدت ما لا يقل من 10 اجتماعات مع المسؤولين الاداريين والفنيين في اتحاد مصر للطاوله ومسؤولين اخرين كويس. فلما انا كنت هرجع لسؤالك بقى، لما انا كنت في مكه وكاس العالم بطوله من اهم البطولات، يمكن تاني اهم بطوله بعد الاولمبياد،
المدرب كلمني قال لي انا اسف عمر انا مش هقدر اجي. وانا هناك برضو الواحد بيلتمس الاعذار يعني، ممكن هل يكون مثلا فيز، هل يكون تاشيرات، بس انت بطوله كبيره زي كده المفروض تكون مرتب لها قبلها بفتره. ودي من الحاجات اللي انا بقول لك عليها، بتروح هناك تلاقي ان اللعيبه هم على فكره اللعيبه معطلين جدا لعبه كاس العالم، انا بكلمك في عدد محدود جدا من اللعيبه كويس. فانت بتروح هناك بتلاقي ان اللعيب هناك معاه مدرب فني، مدرب بدني، وممرن، واحيانا دكتور، وانت معاك ربنا، وانت رايح بدون تدريب خالص، انت معاكش، مش بدون مبالغه، انت معاكش ستاف بالظبط، لا مدرب ولا معد بدني ولا معد فني ولا دكتور، انت بتروح لوحدك. ده بجد ولا انا وصل لي حاجه غلط في الصوره؟ يعني معظم البطولات بتبقى على الاساس ده. مفيش